وهو على كل حال هرم، وهرم كبير بالنسبة للفن المغربي الأصيل، الفن المغربي اللي كما كنقولوا حنا الهادف، الرجل اللي يضحك الجميع، جميع أفراد العائلة من الصغار من الكبار من النساء من الرجال، الرجل اللي كان كيحب الجميع وكان كيعطي الشيء الكثير للإبداع المغربي والفن المغربي. بصراحة فقدنا واحد الهرم اللي صعب جدا أننا نعوضوه، لأن الرجل كان مثالي، الرجل اللي كان صادق في العمل دياله، الرجل اللي كان كيحب المبدعين. أنا شخصيا خدمت معه تقريبا في إطار قبل ما ناخد تقاعد في القناة الثانية، خدمت مدير إنتاج ديال المؤسسة ديال التريك 13، وقبل ما نوجع الطراب هو كان معي في تريك 13، كان الرجل تبارك الله مثالي له هو ولي سيبن إبراهيم الله يرحمه. أنا ذاك دوزنا واحد الشهر كلها ضحك، كلها نكات، كلها زعما بسط، وكان تبارك الله اش غادي نقول لك زعما كان مميز في الادوار ديالو، كان دائما كيعطي واحد القيمه مضافه للعمل ديالو، وكان كيحب العمل ديالو، وكان كيحب المغاربه، وكيقدر المغاربه، وكيحترم الذكاء ديال المغاربه. هذا هو ليسونسييل. هذه كلها على كل حال حنا كنقدموا التعازي بعد العائله ديالو الصغيره، لانه ما يخفاش عليكم انه مسكين كان فقد الجوجه ديالو، وكان ثاني كذلك فقد الابن ديالو. كنتمنوا من الله سبحانه وتعالى يصبر العائله ديالو الصغيره والعائله ديالو الكبيره اللي فيها المبدعين المغاربه كاملين، يعني الفنانين المغاربه كلهم كنتقدموا لهم التعازي القلبيه الصادقه، ولا راضي لقضاء الله وان لله وانه راجعون. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سي تي في.